ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في الجزء السادس من الفلوج سيريس بتاعت نيويورك نيوجيرسي، رحله نيويورك نيوجيرسي. الجزء ده احنا بدأناه في الجزء السادس، بدأناه من نهايه الجزء الاخير. الجزء الاخير انتهى مع نهايه اليوم. ببساطه احنا كنا خلاص تعبانين خالص، فما عرفناش، ما كناش قادرين نعمل حاجه تانية، فرجعنا البيت هناك في نيوجيرسي ونمنا. وتاني يوم ده كان بدايه الجزء السادس، بدأنا من ان احنا خدنا القطر من محطة في ولاية نيوجيرسي، وخدنا القطر ورحنا بيه لغاية نيويورك. مشينا في أماكن اوريدي كنا رحنا لها زي تايمز سكوير، رحنا شفنا امباير ستيت أقرب شوية، أظن ماديسون سكوير جاردن لو مش غلطان قربنا شوية. وغير كده احنا رحنا مكان في الآخر، آخر الفيديو هسيبه لكم كمفاجأة، يعني انتوا تتفرجوا عليه وتقولوا لي رأيكم. وتكملة المكان ذات نفسه أو دخول المكان وتكملته اللي هنتصور جوه المكان هيبقى في الجزء السابع، الفيديو الجاي، فلوج الجاي. أتمنى يكون الفلوج سيريس عجباكم، لايك شير سبسكرايب لو الدنيا كويسة يعني، ولو في أي كومنتس كونسيرنز يعني قولوا لي الكومنتس سكشن موجودة تحت. أتمنى يكون الفلوج ده يعجبكم، يلا بينا. ماشي يا جدعان، احنا في المحطة، القطر وصل، احنا رايحين نيويورك تاني، محاولة رقم اتنين، يوم رقم اتنين. حاجة تشيز كيك، احنا وصلنا يا جدعان بعد ما ركبنا القطر. طب تفتكروا المكان ده اللي كنت انا مستني فيه المحطة في القطر عشان تاخد القطر لهاتسبرج؟ دلوقتي احنا رجعنا نيويورك تاني النهاردة، والخطة ان احنا هنعمل اكسبلوريشن محصلتش. ده الاكزيت. هنروح ميوزيمز، هنروح اشياء كتيرة. غير متحدثة الآن، بس متحدث سأل احنا امبارح كنا موجودين هنا، بس طبعا الفيوينج انجل كان شكلها غريب، فالمرة دي الفيوينج انجل هو اكبر. ده امباير ستيت. احنا مش هنطلع الابزرفتوري هنا عشان غالي حبتين، بس هنروح مكان تاني عنده ابزرفتوري برضه لطيف. في حاجة برضه شكلها غريب هناك، شوف هي ايه. اوكي، الجزء ده احنا كنا وصلنا فيه لماديسون سكوير جاردن. احنا كنا زرناها في اليوم اللي قبليه، بس ما كناش قريبين قوي، فكنت قررت يعني احنا نمشي اقرب شويه. واللي يعني حسن الحظ الحمد لله، يعني احنا عدينا جنبه، جبنا جنب المبنى. طبعا دي محطه سكوير جاردن اللي هو البن ستيشن،
مش الأساسية بس دي المحطة التانية، لوكيشن تاني يعني، حتى بقى ليها رقم 2. أو خدت بالي هو في الحتة إنه ماديسون سكوير جاردن ورايا، فهو المبنى الكيرف ده. فيعني حصل إن أنا ما خدتش بالي يعني. بس كنا بنتمشى نكمل مشينا، قررنا برضه نروح نشوف الأماكن اللي احنا شفناها في اليوم اللي قبليه، بس احنا زي ما قلت اليوم اللي قبليه كنا مرهقين جدا، فقلنا إن احنا نروح نشوف الأماكن دي تاني واحنا يعني مرتاحين وفايقين. ده نفس المكان اللي رحنا أكلنا فيه بيتزا، الراجل كده كان داخل فيا فقعدت جنبه، جوزك كانت عايزة تمشي فقلنا يلا بينا يعني. حتى بص بيتزا كانت جميلة، أنا ما قدرتش في نفس الحالة ما قدرتش أقول لكم الريفيو بتاعي، ما أظنش أنا قلته كده، مجرد بيتزا تشيز مجرد جبنة بس، بس كانت لطيفة. اللي ضحك إن هي كانت ب 99 سنت وبقى بدولار ونص انفليشن. الجزء ده طبعا بنقرب على تايم سكوير، أنا قررت برضه أصور الجزء من بدري شوية عشان تديكوا البرسبكتيف إنك walking into Times Square، بس ده اللي قدامي يعني، ده بالظبط Times Square. وكل ما بتقرب للمنطقة كل ما بتلاقي كمية شاشات ضخمة وكتيرة. في طبعا الفود كارتس منهم مصريين وجنسيات مختلفة، الشوت ده حاولت بس اوريك البرسبكتيف شوية للدنيا شكلها ايه. دي العربيات الفود تراكس، بتوع الفود تراكس دي بتاخد تصاريح مش من نفسهم، واخدين تصاريح عشان يشتغلوا. كان في فود تراك معينة أظن اسمها عادل الفيمس لو أنا مش غلطان، مصري بقاله فترة طويلة طويلة في نيويورك، نفسي أجرب الأكل من عنده لأنه سمعت كلام كتير كويس، بس للأسف لما كنا موجودين في المنطقة مش هو مشغل، تقريبا بيشتغل like mid like night hours like ساعات ليلية. كان بس كنت تاخد صور فيديوهات. طبعا كل الشركات او كل الاماكن طبعا دي تايم سكوير دلوقتي، انت تقدر تشوف فوق ال 2024 اللي هو سنة 2024، وده اللي بيحصل فيها البول دروب، الجزء اللي بيحصل فيه الاحتفال بتاع راس السنة. شوية وده الجزء بقى الأوبوسيت بتاع البول تراب، الجزء اللي بيحصل في البول تراب ده الجزء الأوبوسيت بتاعه، ده الجزء المعاكس بتاعه، وأظن ده اللي فيه نوعا ما جلامر أكتر أو البهرجة أكتر يعني. في الريد ستيرز كنا رحنا هناك وخدنا شوية صور في نفس اليوم ده لما وصلنا. طبعا بقى سلسلة محلات مشهورة وبراندز عالمية وبراندز أمريكية، تلاقي كل
بشكل كبير معظم الشركات الكبيرة بتعمل إعلانات على نفسها طول السنة بشكل كبير، بالذات لما تكون شركة كبيرة عندهم مش مشكلة إنهم يحطوا كونتراكت مثلا طول الأمد. الأفلام الجديدة بتلاقي عنها إعلانات، لو في مثلا مغني مشهور راب ممكن يعمل برضو، أظن إمينيم كان عامل لك ديسبلاي برضو للألبوم الجديد بتاعه أو الأغنية بتاعته الجديدة. يعني بتلاقي حاجات كتير يعني مشهورة معناها صح. في ناس دول اللي لابسين كاركترز كانت لطيفة. عند الريد ستيرز اللي كنت بقولك عليه طبعا لما توقف الريد ستيرز دي انت بتشوف تشوف بقى تايم سكوير كاملة زي كده، وعشان كده هي معمولة اظن يعني بالمنطق ده. في التمثال ده هذه البرسبكتيف طبعا التمثال واخد جزء منه، بس ده البرسبكتيف لما تمشي ما تبقى واقف على التمثال او تبقى واقف على السلالم الريد ستيرز. طبعا دي وايد شوت، حاولت اجيب كل حاجه موجوده في المنطقه واوريكم. خدت بالي ان التمثال واخد جزء من الهايلومون. دلوقتي بعد ما خلصنا زياره تايم سكوير الاخيره يعني قلنا نبدا نتمشى ونروح المكان الجاي. اليوم ده كنا مخططين نروح اماكن كتيره، فكنت بنتحرك نوعا ما بشكل سريع. الترافيك طبعا بتبقى تقيلة في نيويورك، فانت لازم تستنى. طبعا الجزء ده احنا كنا في حاجة اسمها برينت بارك. برينت بارك جنب متحف، او مش متحف، هو نيويورك بابليك لايبراري او المكتبة العامة بتاع نيويورك. ففي بارك كده لطيف كده جنبها عجبني يعني، فقلت اصوره. مكتوب حتى برايم بارك على الشمسية. الجزء ده الاخضر ده بيتعمل كرينك في السيزون، ايس سكيتنج رينك، فبيبقى في ايس سكيتنج على المساحة الخضراء. بس بما ان احنا كنا في الصيف فعاملينه ستيج، اصلا بيعملوا لايف ميوزك وحاجات زي كده. طبعا المبنى اللي قدام ده على طول كده الابيض ده اللي هو نيويورك بابليك لايبراري. احنا ماشيين برضو في البارك لقينا كده في فاونتن لطيفه، برضو نفس المساحة الخضراء اللي كنت بقولك عليها بس قريب اكتر. ماشي يا جدعان، احنا وصلنا المتحف ده المتحف العادي اللي هو الميوزيوم. ده في حاجات تبع الميوزيوم، في حاجات تبع الهيستوري، وبعد كده في وارتس، في كافي شوب، وفي حاجات كده لو عايز تشتري حاجات صغيرة. نيويورك بابليك لايبراري بس مش ميوزيوم. تغيرت الميوزيوم يا جدعان، بس مكتبة بس مش بتاعت كتب، بتاعت حاجات هيستوريكال. And it's free. Free.
طبعا مبنى قديم جدا زي الواضح يعني من الأمر. بس كده يا جدعان، ده كان نهاية الفلوج بتاع النهاردة. أتمنى يكون عجبكم، أو عجبكم لايك شير سبسكرايب لو عايزين تشوفوا حاجات كتيرة، في كونتنت كتير في القناة، سكان ستريمات لجيم بلاي، سكان فلوجات، سكان فيديوهات عن أمريكا. إن شاء الله يعجبكم حاجة من الحاجات اللي إحنا بنعملها هنا ولا بعملها هنا. لو في حاجة معينة عايزينها اعملوا كومنت وقولوا لي بالظبط انتوا نفسكم تشوفوا ايه، نفسكم تعرفوا ايه، وانا هعمل يعني I'll do my best يعني. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني او فلوج تاني. سلام.